التعزية. أن القضية ليست سهلة بل هي معقدة، هي نتاج لسبعة عشر عام من تعقيد سياسي داخلي وخارجي، هي نتاج لضعف الدولة طيلة السبعة عشر عام. إذن هي قضية معقدة، لكن ما أستطيع أن أؤكده، نحن جادون بهذه القضية، وهناك خطوات وإجراءات بدأت في البصرة. طبعا لا هي غير موجهة إلى عشائرنا الكريمة، هي موجهة إلى معنى السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة، وهذا إطار واسع وعام يشمل ما نسمعه من أعمال عنف تقوم بها بعض العشائر بسبب الخلافات، وتشمل أيضا أفق أوسع بدأت في البصرة وممكن في مناطق أخرى تبدأ، هي إجراءات تدريجية محسوبة من أجل عدم خلق أي حالة من عدم الاستقرار. هدف هذه الحكومة أن تتم هذه العملية بهدوء وعدم جر الأطراف العراقية إلى أي نوع من أنواع الصراع، وهناك مسار سياسي أيضا إلى جانب هذه الإجراءات الحكومية قد يساعد هذا المسار السياسي في حل هذه المعضلة المعقدة والكبيرة اللي أشرت لها.